أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بفقرة آخر راكب. رح نتعرف سوا اليوم على مبادرة تعليم اللغة العربية للأطفال السوريين في تركيا، مبادرة أسسها عدد من المعلمين المتطوعين في مدينة الريحانية التركية من أجل إحياء اللغة العربية في نفوس الأطفال السوريين وترسيخها بأذهانهم. لتعرفوا تفاصيل أكثر خليكم معنا. فترة من الزمن هناك كان إعطاء اللغة العربية ولكن تم الاندماج مع المدارس التركية، فهذا الأمر أدى إلى ضعف هذه اللغة العربية بالنسبة للأطفال السوريين المتواجدون في تركيا. فهذا الأمر أنا أعتقد أنه أثر سلباً على اللغة العربية، أصبحت لغة ضعيفة بعدما إن كانت أقوى لغة طبعاً حافظت على أصالتها لمدة 2000 عام. هي حية ونبضة في قلوبنا ولكن تحتاج إلى من يحافظ عليها ويحميها من الضياع. طبعا أنا متطوعة بهذا المشروع وهو مشروع إعادة إحياء اللغة العربية. اللغة العربية وصلت إلى أدنى مراحل المستوى المتدني للأسف، فنحن إذا لم نحافظ عليها وعلى أصالتها فنحن بالتأكيد في النهاية سوف نفقد هذه اللغة. باستضافة دورة اللغة العربية أو حملة إحياء اللغة العربية في مركز القمة لأهمية هذه اللغة بالنسبة للطلاب السوريين الموجودين في تركيا. طرح علينا أستاذ محمد سمارة مشروع إحياء اللغة العربية بالنسبة للطلاب السوريين موجودين في الريحانية، ونحن استضفنا الحملة. طبعا استضفناها مباشرة لأهمية اللغة العربية بالنسبة للطلاب السوريين وخصوصا إذا رجعوا على سوريا. طبعا بالنسبة لحملة اللغة العربية أو المشروع قسمناه لثلاث مستويات حسب مستويات الطلاب لدينا، بدءا من شملنا الأعمار من 6 إلى 12 عام، قسمناه إلى ثلاث مستويات. المستوى الأول بيهتم للأطفال الصغار بتعليم الجمل والهي، المستوى الثاني الأفعال وغير ذلك، ثم المستوى الثالث الأكثر والأكثر. واضح ونطقه السليم. بعد ذلك أعلن عريف الحفل عن الفائزة الثانية. بالنسبة لأهداف المبادرة حقيقة، يعني عندما حصلت قضية الاندماج في المدارس التركية كان لابد يعني لأن نقوم بهكذا حملة حتى نستنقذ هذه اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، وحتى نستطيع أن نحافظ عليها وألا تضيع كما حصل في عصور مضت في الزمن الماضي. يعني نعم، فهرعنا إلى هذا الأمر واستهدفنا فئات عمرية يعني صغيرة تتمثل مثلا في الصف الثالث، في الصف الرابع، في الصف الخامس، في الصف الثاني، في الصف الأول. يعني الآن هي تنقسم إلى ثلاثة مستويات، الأول والثاني والثالث. أنا مسؤول عن المستوى الثاني، والحمد لله يعني من فضل الله علينا تفاعل الطلاب كان رائعا وجميلا، ولديهم يعني الكثير من الحب لهذه الحملة. يعني أنا في الحقيقة تفاجأت بانتظامهم بالدوام وبازدياد عددهم خلال أسبوعين فقط. يعني في البداية كان عدد الطلاب 10، اليوم 26 طالب وطالبة ما شاء الله. طبعا هناك تفاعل من الأهالي، إقبال من الأهالي على وضع أبنائهم، وهناك خوف على أبنائهم من الضياع. لاحظت كثيرا عندما التقي مع الامهات انه ابناؤنا لا يتقنون اللغه العربيه، هناك ضعف في الكتابه مثلا. الان هم يتعلمون اللغه التركيه ولكن عندما تقوم ترجمه المعنى لهم باللغه العربيه لا يستطيع الطالب كتابه الترجمه ابدا، يعني هناك ام ان يكتب الكلمات باحرف مقلوبه للغه العربيه، فهذا ان دل على شيء هو ضعف لغتنا العربيه وما آلت اليه الان صراحه. يعني حقيقة نتمنى من كل إنسان محب لهذه اللغة
أن يشارك في الدفاع عن هذه اللغة بأي طريقة بأي وسيلة. أذكرهم هنا بقول شاعر النيل رحمه الله عندما قال عن اللغة العربية وتكلم بلسانها: أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، وفيكم وإن عز الدواء أساتي. فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. نحن لا نريد لهذه اللغة أن تموت، أن تنتهي، نريد لهذه اللغة أن يرتفع شأنها دائما. أمنية من القلب إلى جميع من يعشق اللغة العربية هي حفاظ، ليس فقط حفاظ على لغتنا، على أصالتنا وجذور تاريخنا السابق. بالنسبة لهدفنا تحويل هالمبادرة هي لمشروع، بساهم فيه مدرسو اللغة العربية وبتنتقل لأكثر من مركز، والهدف الأساسي هو إحياء اللغة العربية عند أولادنا السوريين الموجودين في تركيا. ختاماً أختم بهذين البيتين اللطيفين، يعني لأحد الشعراء يقول: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن.